مشاهدين يا هلا ومرحبا فيك. اول شيء ليش تضحكين؟ اضحك على الفايبز الصباحي الحلو اللي قاعد تقوله لي. قول حق المشاهدين هاي الاشياء اللي تصير تحت الهواء. الصبح دائما عبد الله يقول لي قولي انا سعيده، انا جميله، انا ثريه، عشان تجذبين هذه الطاقه، صح؟ ما ادري اوكي كيفك. حياكم الله مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم شمس البحرين، ومع كل يوم جديد عندنا مواضيع جديدة نحاول من خلالها أن نسلط الضوء على أبرز المفاهيم والمعلومات المفيدة المتعلقة في حياتنا اليومية عبر فقرات مختلفة. وما أقدر أقول لك صباح الخير، صباحات الورد والضحكة الحلوة. الله، صباح النور والسرور وصباح السعادة مشاهدينا. طبعا مثل ما قالت دلال، خلال هذا اليوم راح نتعرف على الكثير من المواضيع. راح نتعرف على موضوع اقتصادي جديد يهم كل أسرة، وهو التخطيط المالي الأسري، إلى جانب المواضيع المختلفة. ولكن أكيد مثل ما عرفناكم في بداية كل يوم نشوف معاكم حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مملكة البحرين، وراجعين معاكم أكيد. مشاهدينا، ما في حياة مثالية أو خالية من المشاكل، وخصوصاً الحياة الزوجية، وهي بحد ذاتها ظاهرة صحية تبين ثقة الزوجين في إظهار خلافاتهم، خصوصاً عند اختلافهم في الرأي. فعلاً، لكن أكيد لازم تكون في منهجية واضحة في التعامل مع هذه الخلافات، وتقان مواجهتها والتغلب عليها بالحكمة والصبر والعقلانية. مشاهدينا، نتكلم أكثر عن هذا الموضوع، موضوع إدارة الخلافات الزوجية، ولكن من بعد هذا التقرير، ولنا عودة مع ضيفنا في الاستديو. نتابع. الحياة الزوجية الناجحة ليست تلك التي تخلو من الخلافات، بل هي التي يكون فيها الزوجان على قدر عالي من التفاهم والصراحة، وتقبل الاختلافات بين كل منهما، والتعامل معها بذكاء وحكمة. فما هي تلك الخلافات وكيف نتغلب عليها؟ هناك بعض الخلافات الشائعة التي لا يخلو منها أي منزل، خاصة في الفترة الأولى بعد الزواج، والتي يجب على الزوجين استيعابها جيداً والوصول فيها إلى حلول مرضية لكل منهما. تضع الزوجة بعض الأولويات في اعتبارها، بينما يرى الزوج أن هناك أشياء أخرى أكثر أهمية. فمثلاً في كثير من الحالات ينظر الزوج إلى الزوجة على أنها مسرفة ولا تحسن الإنفاق وفقاً للأولويات التي يراها أكثر أهمية، بينما ترى الزوجة أنه مقصر وغير مبال بالالتزامات الأساسية، وينفق أمواله على شراء أشياء غير ضرورية باهظة الثمن. قد تشعر الزوجة بالانزعاج الشديد إذا وضع زوجها الملعقة على طاولة المطبخ بعد استخدامها، بدلاً من وضعها في الحوض أو غسالة الأطباق، وكذلك الملابس المتسخة وعلى رأسها الجوارب، وغيرها من الأمور اليومية التي يمارسها الزوج بشكل عفوي، بينما تزعج الزوجة كثيراً. والحل هنا يكون تقبل الأمور ببساطة والتحلي بالصبر وعدم الملل من لفت انتباهه من حين لآخر بطريقة لطيفة. المسؤوليات والأعباء اليومية لا تنتهي، سواء بالنسبة للزوج أو الزوجة، ولعلها من أكبر أسباب الخلافات الزوجية الشائعة، ولكن يمكن للزوجين تخطيها والتغلب عليها عن طريق تنظيم الوقت وتخصيص وقت خاص ليتحدثا معا، بعيدا عن متطلبات المنزل والفواتير المستحقة. الخلافات الزوجية أمر طبيعي في كل منزل، ولكن الأهم هو طريقة التعامل مع هذه الخلافات، فالصبر والهدوء والتقدير والتفاهم والاحترام هم المفاتيح السحرية لتحويل مسار الأمور لصالحك والوصول بسفينة حياتك الزوجية إلى بر الأمان. مشاهدينا، اليوم معنا الأستاذ حمد الخان، مستشار أسري، واللي راح نتناقش معه عن الخلافات الزوجية. وصباح الخير. صباح النور والسرور، حياكم الله. يا هلا يا مرحبا فيك. يعني أستاذ حمد، اليوم هذه المشكلة دائما تكون شائعة اللي هي الخلافات الزوجية. احنا ما بنقول مشكلة، احنا بنقول يعني بسبب التقاء مثلا بيئات مختلفة، مجتمعات مختلفة. لكن اليوم إذا نبي نصنف أنواع الأزواج وشون الواحد ممكن يتعامل معهم. تمام. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. انت تفضلتي يعني في البدايه ذكرتي نقطه مهمه اللي هي الاختلاف وليس الخلاف او المشكله بشكل عام. لما نتكلم عن الاختلاف، هي يرجع اساسه الى ثلاثه امور: اختلاف البيئه والنشأه، اختلاف الطباع، واختلاف الثقافه بين الزوجين. هذه يولد عندنا خلاف بين الطرفين في الآراء، في يعني مثلا نظرتهم تجاه أمور معينة. وهاي ما يعني أن تنتهي العلاقة، بالعكس يعني أن أنا ممكن أتعرف إلى آراء وأفكار الطرف الآخر اللي ممكن تفيدني في نقص عندي في جانب معين. نعم. مثل ما احنا ناخذ بآراء بعض في المجالس وغيره بشكل عام. فأنواع الأزواج عادة يرجعون إلى ثلاثة أنواع، خصوصا في التعامل مع المشكلات. النوع الأول يكون غالبا يختار كما نقول يعني مثل ما كنت، خليك مثل ما كنت. شنو يعني؟ يعني لما يعيش حياته يشوف والله ما في أمل من الطرف الثاني، يقعد يحاول مبادرات، ما في تغيير، يقول خلاص أنا راح أعيش للعيال، أعيش للشغل وكذا وذي، ما راح أفكر في أشياء ثانية. فيختار يعني طريق الصمت، طريق أنه هو مثلا يكون مثل ما كان ما يتغير. النوع الثاني ممكن يكون شخص يعني يختار بعد مشكلة مشكلتين يحاول ينهي العلاقة للأسف. نعم. في ناس يفكرون بهذه الطريقة، وللأسف كثير من الأزواج يفكرون في هاي الخيارين كتفكير. صحيح. لكن احنا اللي نبي نوصل له هو النوع الثالث، أن الزوجين يفكرون في شغلة احنا نسميها جعل العلاقة أفضل مما كانت عليه في السابق. ولما نقول أفضل مما كانت عليه في السابق بين قوسين، أنه مو يعني تكون 100% كل شيء ماشي على مزاجنا، 100% كل شيء يتغير من بكرة. لا بالعكس، ننظر للإيجابيات، نتحاور عن الأشياء وأسباب المشكلة يعني بحد ذاتها. كذلك نشوف الطرف الآخر يشتكي من شنو. نعم. كثير من اللي يشكون لنا اليوم يمكن يتكلم عن الطرف الآخر، بس هل سألناه الطرف الآخر يشتكي من شنو؟ صح. فلما الشخص يسأل نفسه ممكن يشوف أنه هو بعد ترى الطرف الآخر ممكن يشتكي من أمور. فعندنا هذه يعني ثلاثة أنواع. نعم. من الناس. أستاذ حمد، الحين خلينا نفترض أن في مشكلة، لكن شنو الأمور اللي ممكن هي تصعب المشكلة لو كانت موجودة، سواء من كان ألفاظ أو حتى طريقة يمكن أو حتى تصرفات. اليوم يمكن تصرفاتنا اللي احنا نقدر نشوفها عادية، ممكن أن هي في ظل وجود مشكلة ممكن أن هي تفاق من هذه المشكلة، ويمكن تكون في وايد صعوبة لما بنحلها بعدين. طبعا في احد المختصين في مجال العلاقات الزوجيه والاجتماعيه، وما شاء الله خبره ما يقارب الى 40 سنه في المجال، رجل كبير في السن، عمل دراسه على 130 زوج وزوجه. نعم. وكانوا في بدايات زواجهم. فهاي الدراسه كان يبي يكتشف المؤشر اللي يخلي بعض الازواج يوصلون الى مثلا عدم الاستقرار او الانفصال او غيره. فوجد ان النقطه الاولى هي البدايات الحاده. يعني نلاحظ في ناس كثيرين في بداية الحوار أول دقيقتين يتكلمون عن المشكلة، الدقيقة الثالثة صاروا يختلفون على أسلوب طريقتنا في الحوار. صحيح. نعم. صحيح. فليش ترفع صوتك؟ ليش ذي؟ ليش فتحت شيء في الماضي كذا؟ إذن المشكلة أساسية البدايات القاسية. الشغلة الثانية الانتقاد. في ناس كلامه دائما انتقاد 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 للطرف الآخر. احنا دائما نقول اشكي ولا تلم. يعني اشكي، قل لي في قلبك، في اللي خاطرك، انا خاطري كذا، انا زعلان من كذا، ودي لو سوينا كذا، من غير ما تلوم الطرف الاخر. ودائما يكون في مثل الحلبه بين بعض الازواج، احنا نسميها حلبه الهجوم والدفاع. شلون؟ هذا يقول انت انت او انتي انتي، والطرف الثاني يدافع عن نفسه. ما نخلص ترى. صح. الصحيح ان احنا نقول احنا ودنا نسوي شغله فلانيه، ايش رايك او ايش رايك لو سوينا الشغله الفلانيه، غيرنا الشغله. في نظام المشاركه، نظام ان هاي مصير واحد، فنبتعد عن الانتقاد. الشغله الثالثه اللي ولدها الانتقاد اللي قلناها الدفاع، اي شخص بتنتقده راح يدافع اكيد. والشغله الرابعه والمهمه هي الملفات المفتوحه، ما نخلي عندنا ملفات مفتوحه، يعني تكلمنا عن شغله قبل شهر خلاص نصك الملف، ما يظل والله ملف الولد للحين ما زال يعني مفتوح. ملف والله في القلب للحين، اي ملف مثلا السياره، ملف الموضوع الفلاني، يصير تراكمات. اذا بعدين نعم. اجرى بشراره، اجرى مشكله راح ضخم المشكله وممكن يطفح الشخص ويتعب نفسيا. نعم صحيح، وهذه التراكمات تخلي الواحد متأهب في أول دقائق من الخلافات الزوجية، يعني تشوفه كله مستعد أنه هو يبي يعني مندفع لهذه لأثناء حل مثلا المشاكل، لكن صح. اليوم شنو الخطوات الصحيحة لإدارة هذه الخلافات؟ أولا اللي انتهينا فيها قبل شوي نبدأ فيها الحين، اللي هي الملفات المفتوحة، نحاول نسكر كل ملف، يعني نجلس كزوجين مع بعض وكل واحد يقول حق الطرف الثاني شنو اشياء يعني في السابق احنا يعني كانت ملفات مفتوحه ما سكرناها للحين. نعم موضوع صحيح. والله روضه الولد، موضوع والله السياره، موضوع مثلا زياره الاهل، في مواضيع كثيره. اذا نعم. نغلق كل ملف اول باول، ونحاول قدر الامكان حتى في المستقبل ما نخلي ملف مفتوح يومين ثلاثة ايام، حتى لو كم ساعه نحاول نوصل. وهي هني في نقطه مهمه، هل انا اسوي الشيء اللي انا ابي أو أتنازل أخلي الطرف الثاني هو يسوي اللي يبي وأنا يعني أطلع خسران؟ لا، إحنا نقول دائما لا ننظر نظرة الأبيض والأسود، صح، خلنا نكون حل وسط بين الطرفين، رمادي حلو. أي رمادي حلو مثلك ما شاء الله، يعني مثل لبسك. فإحنا نقول شنو ممكن الطرف الأول يتنازل عن بعض الأشياء البسيطة والطرف الثاني يتنازل عشان تمشي السفينة، صح، وتمشي الحياة. صح. والشغلة الثانية احنا دائما نقول يعني مثل ما قلنا من ساعة، اسلوب يعني الشكوى عن شيء مضايقك دون لوم الطرف الآخر، وهني ندخل في موضوع الحوار. احنا نفتقر للأسف الشديد في كثير من البيوت شيء احنا نسميه حوار الأصدقاء. ليش احنا نستمتع كشباب او حتى كمثلا النساء يروحون المجالس ويستمتعون، هاي مكان المتنفس بالنسبه لي، مكان اللي ارتاح فيه نفسيا، ليش؟ لان انا ما اتكلم عن مسؤوليات، صح، مو دائما اتكلم عن امور اشتكي منها، عن كذا، عن مرض، عن غيره. اي غالبا تكون كلام والله شفت الشغله الفلانيه، شفت الكذا، شفت المكان الفلاني دي. فاحنا نبي ذي الحوار العام، حوار الاصدقاء بين الزوجين أكثر من ما يكون حوار المسؤوليات، وإن كان مهم ولكن يكون مثل يعني البهارات بين فترة وفترة، لكن ما يكون متعب صراحة. أيوة هو الأساس، على كل شيء ممكن نحن نتكلم فيه. نعم. يكون متعب. حمد، يمكن في الكثير من الأشخاص يزعلون على أبسط الأمور، أي نعم، ويقول لك ترى هي بالنسبة لك بسيطة بس ترى بالنسبة لي وايد عودة. مثلا أنا آسف على هذا المثال، مثلا البنت تقول لك ليش اليوم ما صبحت علي، أو ليش اليوم نسيت تقول لي إن أنت مثلا رحت الدوام، أو اليوم مثلا بتتأخر عن البيت. في هذه الأمور شنو الزوج ممكن يسوي؟ شنو ممكن الزوجة تسوي؟ ممكن أصلا في المقابل أصلا الزوج هو اللي يزعل على هذه الأمور. ساعات الزوج يزعل ويقول لها ما قلتي لي إن أنا اليوم ثوبي حلو، بس كله حاطين على البنات، أو ما حصل مدح منك مثلا أو كذا. فعلا يعني احيانا احنا دائما نقول قاعده في الجانب الاجتماعي وحتى في العلاقات، احنا نبتعد عن التعميم. يعني نسمع اليوم يقولون والله كل الريايل او كل الرجال او كل النساء كذا، هاي تعميم خاطئ، صح. انت احيانا يقول لك مثلا ترى تحصل حتى بنت كتومه، يعني مو دائما البنت اللي هي تبي تفضفض، في نسبه بس احنا نقول الاغلب الاكثر، صح. لكن لما نتكلم عن هالموضوع اني نرجع حق الحساسيه عند الشخص. فأنا ممكن أنصح الشخصين بشكل عام يعني للتعامل مع هاي الحساسية، شنو الأشياء اللي احنا نتحسس منها، شنو الأشياء اللي احنا ما نتحسس منها. الشغلة الثانية سقف التوقعات العالي، صح. ممكن ذي البنت أو حتى ذي الرجل عنده صورة ذهنية في باله، زوجتي لازم تكون كذي، نعم، وزوجي لازم يكون بهالصورة نفس زوج فلانة أو علانة أو المسلسل أو القصة أو الرواية أو كذا. في للأسف في ناس عندهم صور ذهنية موجودة، صح. فما حصل ذي الشيء في الواقع، إذا عندي مشكلة. لا، احنا نقول ما ناخذ هاي الأشياء ونجيبها على واقعنا، لكن نتعامل مع الأشخاص والناس بسقف توقعات، احنا نسميه السقف الواقعية. وليس سقف توقعات مثالي أو عالي فيحصل بعدها تصادم، لأن احنا في النهاية بشر. أكيد. مثل ما تشوفين أنه والله في نقص أو تشوف في نقص في الطرف الآخر، أنت بعد في جانب عندك ممكن هو غض الطرف عنه. أكيد صحيح. أكيد. ولكن ساعات يصير يعني أستاذ حمد أنه أنا أعودك على شيء معين، مثلا كل يوم أقول لك صباح الخير، كل يوم أقول لك اليوم ما قلت لك. شلون أنت تقدر تقول لهم إن ترى لازم تقدرون الحالة المزاجية ساعات اللي يمرون فيها يعني أحد الشريكين، فهذا الجانب شوي نبي نركز عليه. تمام، إحنا نتكلم يعني بشكل عام خصوصا جانب يعني النساء، إحنا نقول المرأة تمر في تقلبات أو هرمونات، تقلبات مزاجية مثلا في الشهر في فترات معينة، لابد الزوج يراعي ويكون عنده وعي ويقرأ ويثقف نفسه أن ترى هاي الأمر جدا طبيعي عند المرأة، والله سبحانه وتعالى عذرها مثلا في الصلاة وعذرها في أمور أخرى، أنت يعني من باب أمور اجتماعية من باب أولى أنك تعذرها وتغض الطرف. فلو مثلا ارتفع صوتها أو مثلا يعني زعلت بسرعة وصايرة حساسة، أنت افهم ترى يمكن مثلا فترة من الشهر قبلها بأيام أو بعدها بأيام هاي طبيعي مثلا عند النساء، فما تأخذ الموضوع يعني على محمل الجد. والرجل يعني الرجل هل يمر بعد في حالة مزاجية؟ احنا تكلمنا عن المرأة، لكن احنا اليوم نتكلم عن أن هذه الأمور تشمل الرجل والمرأة. صح. فلما نبي نوجه رسالة نوجه رسالة حق الرجل والمرأة أيضا. فجانب الرجل احنا نقول غالبا الرجل لما يرجع من البيت متعب وبعد مشقة وعمل وتعب في الخارج يبي يرتاح يعني، والمرأة جايتها ما شاء الله بالطلبات أو تبي تفضفض وتتكلم عن مشاكل وفلانة وفي الشغل وأمي وخالتي وكذا، فإحنا نقول راعي هالجانب، يعني هو جانب عنده وقت مثلا يبي يرتاح، هذه جانب بعد العمل، ممكن يكون كذلك في وقت خاص إحنا نسميه دائرة خاصة في الزوج. زين، وللأسف هاي بعد فيها تداخل يصير أحيانا، دائرة خاصة في الزوج مثلا رايح نادي، جيم، مع ربعه، يلعب كورة، طالع يسوي أي شيء، مو ذي وقته يعني وقت الدائرة الخاصة مالته. صح. إن أنا أدخل هاي الأمور، وقت اللي خلص راحته، خلص من دائرته الخاصة، أحاول إنه يعني أقول اللي في خاطري وأتكلم. نعم. الاعتراف بالخطأ، يمكن الناس وايد ما تحب إن هي تعترف فيه، خصوصاً اليوم لما بنتكلم عن الأزواج، الزوج أو الزوجة ما يحبون يعترفون بالخطأ، وساعات أحياناً يكبرون يعني إن ترى لا أنا مو غلطان في ذي الموضوع. شلون هني التصرف الصحيح سواء للزوج أو للزوجة؟ شنو المفروض هني يصير في هذه الحالة؟ تمام. احنا دائما نقول يعني قاعدة نحفظها، هي جملة بسيطة، نقول يعني أول خطوات لحل أي مشكلة هي الاعتراف بوجود المشكلة. إذا ما اعترفنا أن في مشكلة صعب أن احنا نتعامل مع أي خطوة بعدها. الشغلة الثانية قبل ما أنا ألوم الطرف الآخر سواء الزوج أو الزوجة، خلنا أشوف أنا شنو دوري، لأن ذي الجانب هو تحت سيطرتي وتحت يعني تحكمي. ممكن أنا أشوف أن الطرف الثاني يشتكي من بعض الأمور، إذا أنا أقدر أغيرها، أقدر أبادر فيها، أقدر أصلحها في نفسي. بعدها أشوف الطرف الثاني هل عنده تراكمات من الماضي، هل عنده شحناء، هل يبي يعبر عن مشاعره أو أنا مثلا ما أعطيته مجال، هل هو مثلا في أمور معينة عنده نظرة غلط فيها، في أمور ما وصلنا لها حل وسط بين الطرفين مثل ما ذكرنا في الملفات المفتوحة. نعم. وممكن يعني الحل الأخير إذا كان الزوجين يشوفون أنه صعب تواصل وكذا، ممكن يلجؤون إلى مختص يساعدهم في حل المشكلة، يعني مثل ما نشوف ما شاء الله بعض الشباب يلجأ إلى مدرب، البنت تلجأ إلى يعني واحدة مثلا تساعدها في شغلة معينة، كذلك مو عيب أنك تطلب مساعدة من المختصين أنهم يساعدونك في هذا المجال. صحيح. نعم أكيد. اليوم يعني أستاذ حمد لو نبي نتكلم أكثر عن الرجل لما يمر في حالة صمت، وهاي الشيء خلينا نقول يستفز أحيانا البنت، يعني ساعات تحس أنه هو ساكت تقول يا ربي ليش ساكت. فإحنا نبي نتكلم عن هذا الجانب، أنه هل هذا الصمت يعني يكون متى يكون بار، متى يكون نافع في يعني في الحياة الزوجية بين الشريكين؟ هو الصمت بشكل عام مثل ما قلنا احنا ما ناخذها كقاعده، لكن كل كثير من الرجال يفكر بصمت. نعم. يحل مشاكله بصمت، يعني يرتاح في الصمت. كثير منهم ترى يعني تشوف واحد مثلا عنده مشكله ماديه اجتماعيه ايا كان، يطق سيارته سلف، يطلع يفتر له كم فاره بس بشرط بروحه وهدوء. نعم. نعم. او يروح عند البحر او يروح يشرب كوفي او يروح كذا، انا اليوم بكون بروحي. فللاسف هني احيانا انت مثلا بعض الزوجات تقول له لا ليش بروحك، يعني هاي انت راح تشرب كوفي، تدري ان انا احب كوفي ودني معاك كذا. احنا نقول لا، هذه اللحظه هو إذا عنده مشكلة أسلوبه كرجل يفكر بصمت يحل مشكلته، بيرجع البيت راح يقول لك عن المشكلة. الأسلوب الدارج خلينا نقول أكثر عند أخواتنا النساء تحصلها لما في مشكلة لازم في الجامعة أقولها، أسمع رأي فلانة وعلانة وكلنا نتكلم، يعني ما شاء الله تروح بعض المجالس تشوف ما شاء الله أهلنا كلهم الحريم يتكلمون في نفس الوقت، فما تقدر تسمع أي سالفة. صح. وهذه ندل على شنو؟ إنهم يستمتعون ويرتاحون نفسيا في الفضفضة والكلام، ومو شرط ترى تبحث عن حل، مو شرط. حتى أحد مختصين يعني ذكر إنه مو شرط زوجتك دائما تبحث عن حلول، فأنت تقول لها أنا قايل لك كذي، أنا ذي كذا، أعطيني زبدة موضوع. لا، هي ما تبيك تسكتها، هي بس تبي تفضفض، تكلم، يسمع لها يعني من الطرف الآخر عشان تحصل ذي الإشباع إن أنا مسموعة، أنا مهمة، أنا مقدرة، سوالفي والله حلوة، الناس تستمع لي. ممكن 50 إلى 60% من حل المشكلة هي بالحديث عنها فقط وليس حل المشكلة نفسها. نعم، ولا العزال، أو خلينا نقول الواحد لما أحد الطرفين يعني يقول سواء الرجل أو المرأة لو خذوا وقتهم. دائما احنا نقول هذا الوقت اللي يكون فيه محاسبه الذات. صح. خليه يروح، بيرجع لك ان شاء الله افضل، وهي بعد خلها تاخذ وقتها وبيرجعون افضل. احنا دائما نقول هذه المساحه او هاي المسافه تكون جدا مفيده في في الحياه الزوجيه. احنا دائما نقول بعد الصمت في بعض الامور يكون محمود. نعم. شلون؟ يعني مثلا انا شفت شغله معينه يمكنها الملح شوي زايد في الغداء ولا كذا. صح. هني الصمت محمود، يعني أنا ما أبغى أنتقد على كل شيء، هني التغافل مطلوب. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام يعني من الأحاديث المذكورة أنه لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلق رضي منها بآخر. يعني لا يفرق، لا يبغض، لا يكره زوجته. ترى أنت كرهت شغلة معينة، إيجابيات يعني كثيرة، نفس الشيء نقول للطرف الآخر. نعم. إحنا نتمنى حياة زوجية جميلة لكل المشاهدين اللي يتابعونا. أكيد احنا جدا استمتعنا وكان حديث جدا شيق. استاذ حمد الخان استشاري اسري، شكرا جزيلا على وجودك معنا، يعطيك الف عافيه يا رب. الله يعافيكم، مشكورين يا شكرا عافية. ومن الحياه الزوجيه مشاهدينا ننتقل الى فقره اخرى وهي عطله المدارس، الطلبه والطالبات من بعد انتهاء الفصل الدراسي الاول. يا عبد الله. نعم دلال، انتهت هذه الفتره، لذلك احنا أكيد نترقب من طلابنا الكثير من الأمور اللي يقومون فيها. يمكن متطلبات الأبناء ورغباتهم تزيد، يمكن نشوف أشخاص يطلبون من والدينهم قضاء الإجازة في أحد الدول، والبعض الآخر يمكن يطلب شراء أجهزة إلكترونية بغرض الترفيه، وخصوصاً اليوم لما بنتكلم على الأشخاص اللي عندهم ظروف مالية أو ضائقة مالية، لذلك بتكون هذه الأمور مفاجأة للأسرة، راح تسبب في أعباء أسرية كثيرة. صحيح. وإحنا اليوم بدورنا في شمس البحرين مشاهدينا نبي نركز على هذا الموضوع، خصوصاً اللي هم من ذوي الدخل المحدود. لذلك يتطلب من الوالدين أنهم يقومون بتخطيط مالي جيد لإدارة النفقات والالتزامات. لكن شنو هو التخطيط المالي الأسري؟ خلونا نتابع مشاهدينا هذا التقرير وراجعين نتابع. مشاهدينا، التوازن في الحياة أمر جدا مهم من حيث الأمور المادية ومن حيث أيضا التعامل مع ظروف الحياة، وبلا شك يحتاج الوالدين إلى إرشادات أسرية ومالية، ولكن اليوم راح نتكلم في هذا الموضوع مع ضيفتنا صفية القارئ، مستشار تطوير إداري وشخصي ومطور منهج لتنمية وتمكين الأسر. ويا صباح الخير وهلا مرحبا فيك. صباح النور، أهلا فيكم. صباح الخير لأسرة برنامج شمس البحرين وللمشاهدين والمستمعين الأعزاء. تسلمين، نورتينا استاذه. يعني استاذه، في البدايه احنا ما بنتكلم الحين عن طلباتنا انهم ما قاعدين، احنا بنتكلم اكيد نحن شنو ممكن نسوي لهم في خلال هذه الفتره، لكن في البدايه نبي نتكلم عن اهميه التخطيط المالي للاسره قبل أن ندش في كل التفاصيل. جميل. طبعا التخطيط امر مهم، احنا ممكن نعتبر انه هو اساس نجاح اي عمليه واي نشاط في حياتنا، مو فقط التخطيط المالي، بحكم أن التخطيط يراوينا خارطة الطريق الواضحة للوصول إلى الهدف. نعم. مثل بالضبط إذا بنروح موقع نشاهد الموقع، المسافة والترافيك وين. بالتخطيط بتبين لنا الموارد اللي بتوصلنا إلى الهدف والإمكانيات المطلوبة. نعم. كذلك بحقق نوع من التوازن بين الأمر اللي نخطط إليه وبين جوانب أخرى مهمة في الحياة. نعم. لأن بعض الناس ممكن أن هي تركز على موضوع وياخذها، بينما في مواضيع أخرى مهمة. التخطيط يوازن الوقت، كم الوقت اللي أحتاجه لإنجاز مهمة معينة. كذلك يوزع الجهد البشري والجهد المطلوب لأداء نشاط معين. حتى بالتخطيط اليوم أقدر أني أتنبأ بالمخاطر، فبالتالي أثناء التخطيط أحاول أني أقلل من حدوث هذه المخاطر. نعم. لما أقرن التخطيط بالمال تضاعف أهميته، بحكم أن المال هو مورد محوري مهم في حياة الإنسان. هذا نعم. ما يختلف عليه اثنين. صحيح. نعم. بالمال أستطيع أن أحسن جودة حياة الفرد والأسرة، بالتالي المجتمع والوطن. بالمال أقدر أحصل على تعليم أفضل، صحة أفضل، غذاء أفضل، حتى النمط المعيشي والسلوكي كله بيكون أفضل. فإذا التخطيط المالي هو أمر مهم جدا بالنسبة إلى الفرد. نعم. نعم، وإحنا نتفق وياك طبعا، ولكن اليوم إحنا نشوف يعني الأبناء دائما يكون عندهم اندفاعية من حيث الطلبات، خصوصا الكماليات، ويبون يروحون، يبون يسوون، يطالعون ربعهم. صحيح. شنو عندهم اليوم، إحنا شلون نقدر نسيطر على هذه الاندفاعية من خلال التخطيط المالي؟ نعم. والأسري. نعم، هو هذا الموضوع صعب، مو بهذه السهولة، ولكن بالتأكيد توجد أساليب ممكن أن الآباء يتبعونها بشكل تدريجي. يعني ما بقدر بداية أن يعني أستطيع أسيطر بالكامل، بحكم حتى طبيعة العلاقة بين الآباء والأبناء هي علاقة نفسية. يعني الآباء يميلون إلى تلبية طلبات الأبناء لإسعاد الأبناء، وهذه المحبة الفطرية. صحيح. فبالتالي صحيح. إذا ما يقدرون يلبون هذا الشيء يسبب إزعاج إلى الآباء وإلى الأبناء بعد. بعض الأساليب اللي نحث على استخدامها للوالدين أن تبرير عدم تلبية الطلبات تبرير واقعي، لأن هذا يخلي الآباء يحترم عقلية الابن أو الابنة، وهذا التبرير الواقعي لابد أنه يكون ثابت، يعني ما أناقضه. يعني مرة نعم. ما يصير أقول لا هذا مو شيء ضروري وبعدين ألبي لابن آخر. نعم. أو يشوف أن الأب استخدم مورد مالي في شيء يعني غير لازم. فإذا مهم أنه يكون التبرير واقعي. كذلك إحنا نحث الآباء على إجراء حوار متوازن مع الأبناء. هذا الحوار يعني ما من المفترض أنه يحتوي على مشاعر فيها استياء أو فيها مثلا غضب، لأن طبعا الحفاظ على العلاقة الوالدية بين الآباء والأبناء أهم من الرغبة أو الطلب اللي أنا مو قادرة أحققها. فبالتالي الحوار يكون مفرغ من المشاعر. كذلك ممكن أن أنا ما أغلق الباب مباشرة، ممكن أن أنا أوفر بديل، قد يكون عندي بديل من المنزل أو بديل أقل تكلفة. زين، فهذا من حرصي على الأبناء يجب أني أهتم بهذا الحوار المالي. نعم. واحد من ضمن الأساليب الناجحة هي إيجاد هدف مشترك بين اثنين في العائلة أو أكثر. فبالتالي إذا كان في رغبة لابن ورغبة إلى ابنه أخليها رغبة واحدة. نعم. فبالتالي بصير تعميق للروابط بين الآباء بين الأبناء نفسهم وبين الأبناء والآباء، وكذلك راح يوفر علي المصدر المالي. فهذه تقريبا يعني الاساليب اللي ممكن تسهل ان اسيطر على الرغبات. نعم نعم نعم. استاذه صفيه، اليوم يمكن خلينا نقول اسره حطت خطه ماليه ناجحه. نعم. للاسف يكتشفون ان هي ما كانت ناجحه، ممكن ان هي تفشل. شنو نعم. الامور اللي ممكن يسوونها عشان يحصلون على خطه ماليه ان هي ممكن تنجح معاهم دائما؟ اكيد في امور تطرأ للعائله، في امور ممكن ان هي تكون وليده اللحظه وتكون ضروريه. نعم. لكن احنا اليوم شلون نقدر نحصل على خطه ماليه ناجحه؟ جميل. يمكن جزئيه من هذا السؤال نحث على انه يكون في نوعين من التخطيط، خطه ماليه للاسره بالكامل وخطه ماليه للافراد داخل الاسره. نعم. يعني لما يكون الاب والام لكل واحد فيهم خطته وطموحه المالي، بالاضافه ان في شيء قدرنج يتعلق بالابناء، والابناء عندهم خططهم بروحهم. فأنا أحتاج أن تكون في خطط فردية وخطة أسرية. هذا بيساعدني في شنو؟ أن الأبناء يمكن ما بيساهمون في تمويل خطة الأسرة، ولكن كون وجود هدف أسري مشترك يخليهم ينظمون رغباتهم. نعم صحيح. يصير بشكل تلقائي أنه يشعر أن رغبته هذه لا لازم يتنازل عنها لأن في هدف أسري أسمى. نعم. فالمشاريع الأسرية شيء حلو لأنها تخلي وعي مالي داخل الأسرة، مثلا يعني شراء سيارة أو الخروج في رحلة عائلية أو مثلا عمل شيء داخل المنزل. فنخلي الأبناء يشاركونا في هذا التخطيط لأنه تلقائيا بعدل خططهم الفردية وبعدل رغباتهم. نعم نعم نعم. أستاذة صفية، يعني احنا نشوف البعض، أو خلينا نقول من واقع، أنا بنقل لك صورة من واقع. مثلا اليوم لما يعني الأبو ولا الأم يقولون حق العيال إحنا نبي نوفر فلوسنا علشان نشتري لنا بيت ونأثثه بشكل حلو وجميل، أشياء تكون أساسية. أو مثلا أنا قاعدة أوفر فلوسي عشان أنا أدرسك مثلا برا ويكون تعليمك أفضل تعليم. اليوم الأبناء مثلا شو يردون عليهم؟ هذه الأشياء أنت لازم توفرها لي، هذا اليوم ما يصير أنت تقصر عني عشان أنت توديني تدرسني ولا تشتري لي بيت. فشلون إحنا نفهم الأبناء أن هم لازم يفصلون ما بين هاي الشيء، أو أن هل فعلا هذا الواقع؟ نعم صحيح أستاذة. يمكن هذا يرجعنا إلى خطوة اللي هي عناصر التخطيط الناجح. شلون أنا أولا أقول أن خطتي ناجحة أو لا؟ زين بالتحديد لما اخطط لشيء معين ويتحقق الهدف فاذا خطتي ناجحه. نعم. اذا تعبت روحي في التخطيط وما وصلت الى الهدف فاذا في خلل ما. نعم. زين بالاضافه الى وجود خطط فرديه وخطه عائليه، يجب ان احصر مدخول الاسره سواء كان شهري او موسمي، بالاضافه الى الالتزامات. نعم. الفائض مهما كان قليل او كبير يجب ان ينصرف الى ميزانيه التطوير. مثل ما تفضلتين احنا عندنا بيت العمر، اوكي ايش قد اقدر اني اساهم من الفائض وحتى لو مبلغ بسيط؟ ليش؟ لان هذا بينقلني الى مرحله بناء وعي داخل الاسره. نعم الوعي صحيح. هو اللي بيسيطر على هذا الحديث اللي فيه غضب، اللي فيه مشاغبات، اللي فيه نوع من المساءله، لان الحاله الطبيعيه هو ان الابناء يستجيبون الى الاباء ويوثقون في الاباء. لما يصير هذا النقد فاذا في حلقه مفقوده، هي الوعي اللي داخل الأسرة. حتى الوعي كفيل بأن تكون روابط صحية داخل الأسرة. نعم صحيح. شلون يعني السادة ممكن تتصرف الأسرة أو رب المنزل لما تكون في خلينا نقول ضائقة مالية ويصير أمر طارئ في المنزل؟ لازم يصير خلينا نقول في أموال راح تكون إلى جانب معين. إحنا اليوم شنو ممكن نلوم الأب أنه ما قدر أنه يوازن بين هذه العملية كلها، ولا نلوم الأسرة أنها هي مو قاعدة تتعاون معه، أو شنو الموضوع بالضبط؟ نعم طبعا الأمر الطارئ هذا معرض إليه أي فرد أو أي أسرة ممكن أن تتعرض إليه، أو حتى أي مؤسسة. من المفترض أن احنا نستبق الطارئ بالتخطيط إليه. زين أريد أرجع أأكد أن إفراد جزء من الميزانية كميزانية طوارئ هذا موضوع مهم. يعني حتى الآباء اللي يتعاملون مع أبنائهم في الجامعة أو خارج الديرة مثلا يخبرونهم يقول لهم أوكي أنت عندك مصاريف شهرية بمقدار هالقد دينار. نعم. شيل منها هالكثر، خلى عندك في الدرج، خلى عندك في البنك كميزانية طوارئ. بحيث لو ان انت احتجت توجد هذه الميزانيه. نعم. وربما مع يعني شح المصدر المالي او المستوى المتدني من الصعب ان تخرج هذه الميزانيه، لان الاسره تبرر تقول انا يا دوب اكتفي بالحاجات الاساسيه. نعم. صحيح. فكيف اطلع ميزانيه طوارئ؟ احنا ناكد ان ميزانيه الطوارئ ليس بالمستوى اللي هي كم عدد الفلوس او كم كميه المال، ولكن البند ميزانيه الطوارئ هو نقله في الوعي المالي لدى الاسره، فهذه يجب ان تكون بالتدريج. يعني نعم. 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 اليوم لو نبي نتكلم يعني ختاما لهذا اللقاء الثري جدا استاذه صفيه، شنو تنصحين الأسر إلى جانب التوعية؟ يعني اليوم احنا نقول لازم يكون في توعية عشان يكون في حوار مثري وإيجابي ما بين الأبناء والزوجين، ولكن شنو تنصحينهم؟ شنو القادم اللي لازم هم خلينا نقول يركزون عليه؟ نعم. وانا بعد عندي سؤال، يعني اذا أكيد. ممكن ندمج الأسئلة مع بعض. كونك يعني اكيد مطور منهج لتنمية وتمكين الأسر، شنو دور الأسر المنتجة؟ شنو الدور اللي لازم أن الأسر تتخذه في أن هي توفر لها أكثر من طريقة لجني الموضوع؟ جميل، يعني هو السؤال متكامل بينكم اثنينكم. الحل للضائقة المالية هو أن أنا أطور المورد المالي عندي. نعم. إذا كنت موظف أحاول أن أجني مال شيء بعد الوظيفة، إذا كنت غير موظف مو محصل على وظيفة ممكن أن أنا أستقل بمشروعي الخاص. نعم. أو أشوف لي مصدر بحيث أن أنا أدخل أموال. بالنسبة إلى الأسر ذات المستوى المحدود أو اللي تعتمد على المساعدات المعيشية، طرأت فكرة أن تعتمد على مصادرها المستقلة بدل ما تعتمد على جهة. طبعا هذا الموضوع مش هدفه فقط أن الجهات المعنية بمساعدات الأسر أن تقلل عدد الأسر المسؤولة عنها، ولكن الهدف للأسرة نفسها. نعم. لأن موضوع التمكين المالي يجي باكج مع عدة أشياء: الثقة بالنفس، القدرة على التأقلم الاجتماعي. الأسرة نفسها بتكون منار وعي إلى الأسر القريبة منها، إلى الجار، إلى الأخ، إلى الأصدقاء. نعم. فيحدث نقلة نوعية في مستوى معيشة الإنسان، في النمط، في السلوك، في التعامل، في التواصل، في الذكاء، في كل ما يتعلق بالأسرة. فإحنا بدأنا هذا المنهج، وهو هذا هاجس عند يعني مجموعة من الجمعيات ومجموعة من رواد العمل الخيري. نعم. ولكن كون أنه يبقى أمنية أو ينتقل إلى مشروع، فإحنا نحتاج إلى خطوات عملية مدروسة وإلى مراحل ننفذ فيها هذا المشروع قابلة إلى الدراسة وقابلة إلى التطوير. نعم. صحيح. استاذه صفيه، يعني اليوم احنا استمتعنا وياك في هذا الحديث، كل الشكر لوجودك معنا. شكرا استاذه، تسلمين. شكرا على وجودك. اهلا وسهلا. مشاهدينا، من الوعي المالي الى يمكن وعي التجميلي، وعي الاسنان، وعي ان الانسان يكون فاهم في حياته، فاهم صحته. يمكن سبق واستضافنا في الاسابيع اللي طافت يمكن مختصين كثيرين في مجال تجميل الاسنان، ويمكن الكثير من الأسنان اللي تخاف واللي تعاني من حالات متنوعة في الأسنان تبحث صحيح. عن مختص جراحي مميز للأسنان. نعم بكل تأكيد يا عبد الله. طبعا تخصص الجراحة يختلف نوعا ما عن تجميل الأسنان، وإن كان بينهم نوع من التكامل في المجالين الهامين حتى تكون نتيجة المريض من بعد الجراحة أفضل صحيا وشكليا. يعني التجميل صح. مختلف شوي أو وايد عن الجراحة، لأن لكل حالة علاج. صح أكيد. احنا مشاهدينا بنتابع معاكم هذا التقرير عن جراحة الأسنان في فقرة قرارك، ونرجع معاكم مع ضيفنا في الاستديو من بعد هذا التقرير. نتابع. جراحة الأسنان هي إجراء قد يلجأ إليه الطبيب لإزالة سن لا يمكن إصلاحها باستخدام الحشوات أو غيرها من الإجراءات التقليدية، وذلك كما في حالات تعرض إحداها لتهشم شديد أو كونها مدفونة أسفل اللثة أو بها تشوهات أصابت جذرها. هنالك عدة حالات طبية تحتاج إلى خلع الضرس جراحياً، مثل تهشم الضرس أو تعرضه للكسر بصورة سيئة إن كان لدى الضرس جذر متشوه كانحناء بسبب طول جذره، أو إن كان ضرساً مدفوناً مثل ضرس العقل، أو إن كان النسيج العظمي حول الضرس كثيفاً أو غير مرن. ويختلف خلع الضرس جراحياً عن الخلع التقليدي كونه أكثر تعقيداً، فيلجأ الطبيب إلى الخلع التقليدي إن كانت السن ظاهرة أعلى اللثة فيمكن إزالتها بالوسائل التقليدية وإجراء تخدير موضعي. أما حالات خلع الضرس التي تأتي بالجراحة فيضطر الطبيب إلى إجراء تخدير وريدي مع التخدير الموضعي، ويوصى بإجراء الفحص الروتيني للأسنان من قبل طبيب الأسنان على الأقل كل عام، وقد يشمل هذا الفحص سنوياً تصويراً إشعاعياً للسن. مشاهدينا، مثل ما شفنا في هذا التقرير عن مفهوم جراحة الأسنان، وأكيد راح نتناقش بشكل مفصل عن هذا الموضوع مع الدكتور نشوان السماوي، أخصائي تركيبات وتجميل الأسنان، ونقول لك صباح الخير وصباح الابتسامات. صباح الخيرات. صباح النور. دكتور، يعني في البداية نبي نتكلم عن يعني أنا ودلال قاعدين نتكلم في البداية عن تجميل الأسنان، احنا اليوم نبي نتكلم عن مفهوم جراحة الأسنان بشكل عام، وشنو الأمور اللي ممكن الجراح أنه هو يعدلها في الأسنان. مفهوم الجراحة هو أول شيء مفهوم مخيف بالنسبة للعالم. هو مفهوم بيتناول إزالة الأجزاء الغير مفيدة من فم المريض أو الأجزاء الضارة للأنسجة المجاورة يتم إزالتها. مفهوم الجراحة بينقسم لعدة مستويات، جراحة بسيطة تمثل بالقلع البسيط، وجراحة صغرى تمثل بقلع الأسنان المنطمرة، وجراحة كبرى تمثل بإزالة التشوهات الموجودة بالجسم من الأورام والسرطانات أو العلاجات التقويمية، الجراحة التقويمية. نعم. مثل ما نعرف دكتور أنه ما حد يحب الجراحة. أكيد. وأنا وعبد الله منهم. ودلال أكثر منهم. لا تقول لا. أكيد. يعني دكتور، أنت تعرف إيش كثر الناس تتخوف من موضوع جراحة الأسنان، مجرد أن الواحد يسمع عنه ما أعرف أنا ليش هذه التخوف، يمكن من يوم إحنا صغار هذه الشيء التمسناه، ولكن اليوم متى نلجأ إلى جراحة الأسنان؟ يعني نبيه مثلا حلول بديلة نستخدمها، ولكن نقول لا اليوم أنت لازم تلجأ إلى جراحة الأسنان. مفهوم جراحة الأسنان عادة الطبيب بيلجأ له إذا كان بقاء الجزء المفروض إزالته بيأذي الأسنان المجاورة أو بيأذي النسج الأخرى. نعم. لنحكي مثلا عن أضراس العقل، عادة أضراس العقل بتبزغ بمراحل متأخرة من 17 ل 23 سنة. عادة البزوغ المائل لها أو التوضع المائل لها بسبب عدة أمور، منها بسبب تراكبات بالأسنان الأمامية. نعم. عادة إذا كان في زيارة دورية للطبيب بيكتشف هذا الأمر الطبيب بمراحل مبكرة وبينصح المريض بإزالتها، أو ممكن أنه يضغط على جذور الأسنان المجاورة ويسبب امتصاص بجذور الأسنان المجاورة، وبالتالي بيسبب للمريض فقدان عناصر مهمة أو أسنان سليمة كان بغنى عنها، أو ممكن انحصاره مع الأسنان المجاورة بسبب تراكمات أكل، وبالتالي بينشأ بالمراحل المستقبلية أكياس، هي الأكياس ممكن تتوسع وتاكل من عظم الفك الموجود عند المريض. نعم صح. فالمعيار الاساسي في ازاله هو بيكون عن طريق الطبيب من الزياره الدوريه والمتابعه الدوريه ومن خلال اشعه السنين. نعم. دكتور، شنو الخطوات اللي لازم ان احنا نتخذها قبل نروح حق الدكتور عشان نسوي الجراحه، وعلشان ان الناس ما تخاف ابدا؟ طبعا هو الفحص الدوري عند الطبيب هو بيتلافى المراحل المتقدمه من الجراحه. يعني مثلا باعمار مبكره، مثلا بعمر 17 سنه بس يروح المريض يشيك اسنانه عند الطبيب ويلاحظ توضع المائل. ازاله السن بالمراحل المبكره، ضرس العقل قبل بزوغ الجذور، بتكون عمليه كثير سهله. عاده التعقيدات او الالام او الصعوبات اللي بتصير عند المريض بتكون نتيجه ازاله الاجزاء الصلبه المحيطه بالسن او بضرس العقل مثل النسج العظميه. نعم. بس يكون التوضع مائل والجذور معكوفه. نعم. تمام. الطبيب عاده بيضطر لازاله العظم المحيط بالسن او تقطيع السن لازالته، وهذا بينعكس بعدين بالام عند المريض. طبعا هي الالام ممكن تسيطر من خلال بروتوكول معين وادويه معينه بيعطيها الطبيب للمريض وارشادات معينه بعد العمل الجراحي. نعم صحيح. يعني اليوم دكتور اكيد في مرحله من التعافي، والمرحلة هذه لازم يعني الشخص يكون وايد دقيق فيها في الالتزام بالإجراءات أو النصايح اللي أنت راح تقدمها كدكتور أسنان، فشنو هي الأهم الخطوات اللي لازم يهتم فيها المريض ما بعد الجراحة؟ هلا أكيد بعد العمل الجراحي، بعد ما يقوم الطبيب بإزالة السن أو الضرس المطمور والخياطة، بيعطي الطبيب للمريض شاشة يعض عليها. نعم. لازم يلتزم بالعض تقريبا مدة ساعة. تمام. بيعطيه تعليمات ثانية إنه ما يأكل شيء ساخن بالمراحل الأولى، لأن المراحل الأولى إذا أكل شيء ساخن ممكن يعمل استمرار بالنزف. صح. يتجنب الأكل الصلب أو الأشياء الصلبة. يلجأ لوضع كمادات باردة في منطقة القلعة 5 دقائق وشيلها 5 دقائق لمدة ساعة. كمادات باردة طبعا بتقلل من النزف وبالتالي بتقلل من النفخ. النفخ هو عامل متلازم مع الألم، كل ما كان النفخ أكبر كل ما كان الألم أكثر. طبعا في يبتعد عن التدخين، التدخين عامل سلبي بالجراحة بشقين، الشق الأول اللي هو النيكوتين ممكن يسبب بكتيريا والتهابات في الجرح، والشق الثاني هو عملية الشفط من السيجارة بحد ذاتها. هي بتخلي الخثرة الدموية اللي عم تتشكل عم بتروح وبيستمر النزف. نعم. الشغله الثالثه، انه الشغله الاخيره انه يستمر على الادويه والمسكنات اللي اعطاهم الطبيب، وفي حال وجود اي اختلاطات لازم يبادر ويتصل بطبيبه حتى يتلافى هي الاختلاطات الموجوده. نعم. نعم. دكتور، شلون اليوم لما شخص يقوم بعمليه جراحيه ولا قدر الله خلينا نقول انها هي صارت يعني من خلال هذه العمليه بعض التشوهات في الاسنان، فهل فعلا يكون في ربط ما بين طبيب الجراح وما بين طبيب تجميل الأسنان، أو هذه مفهوم يمكن يكون خاطئ، هو طبيب الجراحة هو اللي بيقوم بكل هذه العملية؟ أكيد أكيد في تعاون وربط بين التجميل والجراحة على عدة مستويات. يعني نحن أحياناً ممكن شخص يتعرض لتهشم، هذا التهشم بيستدعي إزالة أجزاء من الوجه أو أجزاء من الفك. هذا بيستدعي بالمرحلة الثانية تعويض، التعويض بيكون على عدة مستويات، إما من خلال التعويضات الفكية الوجهية أو من خلال تصنيع العظم أو الجزء المفقود من خلال تقنيات حديثة. هلا دخلت تقنيات حديثة على طب الأسنان. نعم. اللي هي الطابعة ثلاثية الأبعاد. نعم. أو الطبعة ثلاثية الأبعاد من خلال أخذ صور CT، الإرسال قبل العمل الجراحي، تصنيع جزء مشابه لجزء المستأصل، عشان وقت العمل الجراحي يتم تركيب الجزء المستأصل من خلال استخدام البراغي أو الزريعات السنية. نعم. دكتور، اليوم خلع الأسنان يشكل يعني خلينا نقول قلق كبير عند البعض، لكن احنا اليوم لو نبي نتكلم أفضل شنو هي الخيارات الأفضل اللي موجودة في جراحة الأسنان من ناحية الخلع؟ يعني أنت قصدك الخيار ما بعد الخلع ولا قصدك خيارات الخلع بحد ذاتها؟ لا، خيارات الخلع. يعني هو الخيار الأفضل أول شيء نحن كطبيب أسنان، أول شيء المحافظة على السن، قد ما بيقدر الشخص يحافظ على السن أو الطبيب يحافظ على السن أكيد رح يرجع للمحافظة عليه، لأن السن الموجود هو طبعا أفضل من أي شيء صناعي ممكن أن تتركه. فالشخص قد ما بيقدر يحافظ عليه بيقدر يحافظ عليه. مو يعني وجود جذور متبقية بالأسنان يعني هاي إنه هذا السن خلص للقلع، هذا الخيار للقلع، لا، في خيارات أخرى من خلال المعالجات الأعصاب، الترميمات والبناء، وبعدين الترميم والتعويض من خلال استخدام التركيبات. فإذا نحن نقدر نحافظ على أي سن ما نحافظ عليه من خلال المعالجة، إذا ما نقدر نحافظ الحل ولجأنا للقلع بنلجأ عادة للقلع وبعدين الزرع، الزرع الفوري. الزرع الفوري اللي هو نحن بنقلع وبنزرع بنفس الوقت، هذا بيعطينا مجالين. المجال الأول إنه نحن نختصر الوقت للتركيب فوق السن من خلال، لأنه إذا نحن قلعنا واستنينا قد نلجأ إنه نستنى شهرين لحتى نقدر نزرع مرة ثانية. أما الزرع الفوري بنفس اللحظة اللي بنقلع فيه بنزرع. تمام. والشغلة الثانية إنه نحن بنحافظ على العظم الموجود عند المريض. نعم. لأن عادة بعد القلع بصير في امتصاص بالعظم، وهذا الامتصاص بيكون بتباين من مريض لآخر. صحيح. دكتور، احنا عندنا بعض الحالات الحين قاعدين نستعرضها للمشاهدين، إذا ممكن تعلق عليها. هي مثلا طفل تعرض لرد وكسر في الثنيه الاماميه، ورجعنا القطعه المكسوره، الاهل جابوا القطعه ورجعناها. هي الحاله اللي كنا عم نحكي عنها انه الجذور المتبقيه، نحن هي الحاله مو للقلع، نحن قدرنا نعالج جذور الاسنان وعملنا ترميمات وركبنا عليهم وما احتجنا ابدا لقلع الاسنان، والمريض حافظ على اسنانه. طبعا المرحله الثانيه هي الفك اللي تحت، الفك السفلي، هي نفس الحاله القديمه، شلون كانت الحاله قبل، جذور متبقيه ممكن انه الشخص يوحي له انه اسنانه للقلع، بس هي نحن قدرنا نعالجها وقدرنا نرممها ونجملها، نحصل على ابتسامه حلوه. نعم. في صوره ثانيه اذا ممكن. زين دكتور، لين ما تجي الصوره الثانيه هي المشاركات بين القلوع، قلوع قلع الاسنان والزرع الفوري، تم التعويض بالزرعات الفوريه بالاسنان الخلفيه وتجميل الاسنان الاماميه باستخدام تلبيسات السيركون. نعم. دكتور يعني الحين احنا نشوف يمكن اتوقع في اكثر من سن على اليمين تحت. نعم، جهتين اللي تحت واللي فوق. هي صوره شعاعيه، هي صوره بعد الزراعه حق نفس الاسنان اللي طافت. نعم، حق نفس الاسنان. تمام. كان في صوره ثانيه بتوحي للصوره قبل الجذور المتبقيه اللي كان ميؤوس منها، فتم القلع والزرع الفوري. نعم. تمام، من اجل نحصل على تعويض كامل للاسنان. نعم. نعم. دكتور هذه العمليه ايش كثر تاخذ؟ يعني كل هذه الامور، كل هذا البروسيس، شهر، شهرين، اكثر، سنه؟ لا تقريبا شهرين، بيعتمد على الفك، بين الفك اللي فوق والفك اللي تحت. عاده الفك العلوي بيحتاج للتعويض فوق الزرعه مده 3 شهور، على اعتبار الفك العلوي هش شوي، اما الفك السفلي على اعتباره صلب خلال شهرين بيتم التعويض. ويعتمد صح دكتور على كل حاله، يمكن طبعا في حالات دائما راح تستجيب بشكل اكثر أكيد للزراعه، وفي حالات اكيد بتطول، خصوصا يمكن بعد مع وجود امراض خلينا نقول أكيد. يمكن الضغط، السكر، هاي كلها امور تاثر اكيد على الاستشفاء والعلاج. نعم. الضغط والسكري والنقص الفيتامين د، هشاشه العظام ونقص الكالسيوم، هي كلها امور بتاثر على نعم. فتره نعم. العلاج، نعم. فتره الشفاء. نعم. نعم. دكتور شنو الحالات اللي ممكن يتعرض لها اليوم الطفل وتضطرون ايضا لعمل جراحه؟ يمكن الطفل في اسنان يمكن للحين ما طلعت، في اسنان ممكن ان هي للحين مو بارزه بشكل صحيح، يمكن في اسنان تتطلب انها هي تطلع علشان لو في حالات او في علاجات مختلفه ممكن تقومون فيها، لكن اليوم لو في حاله ممكن ان هي تكون بشكل سريع ولازم تاخذون قرار في الاسنان، ما اعرف هل الاسنان ممكن ان هي تكون او اي قرار ممكن يكون في الاسنان لا ابعاد على بعد المدى، او ممكن ان هي تكون قصيره المدى، وممكن ان هي تتغير مع فتره ووقت اخر. اكيد. يمكن هلا عرضوا حاله لطفل انا فرجيتك اياها، سن دائم تعرض لرض على الاسنان الاماميه وتعرض لكسر، الاهل قاموا مشكورين انه عندهم وعي، احتفظوا بالقطعه المكسوره بوعاء ماء لانه لازم يكون رطب، وجوا لعند الطبيب خلال فترة ساعة، الطبيب استطاع أنه بحركة بسيطة أو بإجراء بسيط بيكون بإرساق القطعة المكسورة نفسها لعند الطفل، وبالتالي حافظ على أسنانه. هلا الإجراء الثاني نحكي نحن على الأسنان اللمنية، إذا تعرض الطفل لرض على الأسنان اللمنية أحيانا بيتعرض لنوعين، إما أنه يصير في انخلاع أو بيصير انغراس، يعني السن اللبني بيطلع لبرا أو بينغرس لجوا. هلا في حال خروجه لبرا أكيد هذا السن يكون انقلع، وفي حال الانغراس كمان يرجع للقلع، القلع هذا بيكون تقييم بعد الاشعه، يعني احنا بنعمل صوره شعاعيه وبنتاكد انه هذا الانغراس ما اذى السن الدائم الموجود، اذا كان قريب من السن الدائم فنحن بنلجا لازالته حتى ما يؤذي السن الدائم. نعم. لانه على اعتبار انه السن المؤقت هو قابل انه نبدله، اما السن الدائم اكيد بدنا نحافظ عليه. صحيح. طبعا في اجراءات ثانيه احيانا بيكون في قلع مبكر عند الاطفال وبزوغ متاخر، فبالتالي اللثه خصوصا في المنطقة الأمامية بصير اللثة متليفة. تمام، فبتعيق بزوغ السن، فأحيانا الطبيب بيلجأ للشق، كان قديما بيلجأوا للشق الجراحي، هلا بالوقت الحالي الأهل طبعا كانوا يتخوفوا من موضوع الشق الجراحي، هلا مع وجود الليزر صار الشق عن طريق الليزر أسهل، وما في ألم وما في نزف وما في أي شيء. نعم صحيح. دكتور هذه طبعا رايك كدكتور، واحنا اليوم تناقشنا في هذا الموضوع، لكن الناس اكيد عندهم اراء مختلفه، خلونا نسمعها معاكم مشاهدينا. سويت عمليه لتعديل الفك في البحرين لان كان عندي تشوهات في الاسنان، النتيجه الحمد لله زينه، بس لازلت احس بشويه الم رغم مرور سنه على العمليه. ضرس العقل وايد تعبني، كنت أحس بألم وصداع مزمن، اضطريت أشيل 2 منهم بجراحة، والحين صرت أحس بالراحة أكبر الحمد لله. ولدي الصغير عمره 7 سنوات وكان يعاني من مشكلة عصب الأسنان، طبعا وديته للطبيب وقال إنه لازم يسوي عملية، خفت عليه أكيد وسويت بحث ولما اقتنعت سوى العملية، وللحين أحمد ربي لأن حالته أحسن بوايد عن قبل. مشاهدينا رجعنا لكم مع الدكتور. دكتور اليوم سمعت آراء الناس، شنو رأيك؟ طبعا التجارب مختلفة متباينة من شخص لآخر، بس النصيحة أنه الاختلاط الموجود دائما، يعني بعد العمل الجراحي ما بينتهي تقييم الحالة بعد العمل الجراحي أو حتى بعد أسبوع أو حتى بعد فك الغرز، لازم يكون في تقييم دوري وبشكل مستمر. أحيانا نتيجة قلع الأدراس السفلية بصير في رض للعصب السني السفلي، وبالتالي بصير في بعض الآلام أو بعض التنمير والتخدير. هي بهيك حالات الطبيب بيرجع لوصف مقويات الأعصاب من الفيتامينات بي كومبلكس أو بي 12. هاي كثير حتساعد المريض لا يتعدى، بس هي فترة الشفاء تبعتها حتكون طويلة شوي، تتراوح بين شهر وست شهور. نعم. دكتور نشوان السماوي، أخصائي تركيبات وتجميل أسنان، شكرا على وجودك، يعني جدا استمتعنا بالحديث، خصوصا يمكن جانب الأسنان يمكن في ناس وايد ما تحبه، وايد ما تتقبله، يمكن صحيح. خصوصا من التجارب اللي عشناها، فشكرا دكتور على وجودك معنا، شكرا على كل هذه المعلومات. شكرا لكم، شكرا لبرنامج شمس البحرين ومشاهدي شمس البحرين. تسلم يا رب، شكرا لك. شكرا. مشاهدينا، يتجدد موعدنا مع مهرجان ربيع الثقافة واللي انطلق منذ عام 2006 واللي دائما يبهرنا دائما بحركته الثقافية والفنية في مملكة البحرين. فعلا دلال، اليوم أو في هذا الشهر بيكون في نسخته ال17 وبنطلع للإبداع الكثير في هذا المهرجان. خلينا نتابع التقرير مع زميلتنا المبدعة دائما سبيكة الدوسري في هذا التقرير. فعالية ربيع الثقافة اليوم انطلقت بنسختها ال17، واحنا اليوم في المؤتمر الصحفي اللي اعلن عن كل البرامج اللي مدروجة في برنامج ربيع الثقافة السنة. منصة مهمة جدا لنا منذ 2006، وفيها برامج وترفيه وجانب تعليمي مهم، غير التبادل الثقافي اللي احنا دائما حريصين عليه مع السفارات والدول الأخرى. نتمنى أن الجمهور يتابعون البرامج ويحضرون الفعاليات المكثفة هاي العام في ربيع الثقافة. طبعا كل الفعاليات متنوعة وفي لكل الأعمار إن شاء الله، ونشوف الترفيه مهم أنه يوصل كل فئات المجتمع. ننطلق اليوم في 18 من يناير 2023 لانطلاق المؤتمر الصحفي لمهرجان ربيع الثقافة، وهو المهرجان في نسخته ال17. وطبعا يمثل هاي المهرجان في حركة، في التركيز على الحركة الثقافية والفنية في مملكة البحرين طبعا، والتسليط الضوء على الفعاليات المحلية، بالذات الفنان البحريني المثقف البحريني، وأيضا التعاون مع السفارات المقيمة لدى مملكة البحرين في استقطاب الفعاليات الثقافية والفنية، والتعاون أيضا مع المراكز الثقافية في مملكة البحرين. هناك تعاون مع مركز الشيخ ابراهيم بن محمد ال خليفه، وايضا التعاون مع الرواق للفنون في بيت البنك، وايضا دار البارح، وعده مراكز ثقافيه. واحنا نتمنى ان شاء الله ابتداء من 14 في فبراير وانطلاقه المهرجان حضور الكثير من الزوار والسواح للاستمتاع ببرنامج ربيع الثقافه المتميز والحافل، وطبعا بالتعاون مع مسرح الدانة. وستقام فعاليات متميزة في مسرح الدانة والصالة الثقافية ومسرح البحرين الوطني، ونحتفي أيضا بيوم الميثاق في مسرح البحرين الوطني مع الفنان الكبير أحمد الجميري. ربيع الثقافة صراحة محفور في قلوبنا من ما احنا، يعني من زمان، من قبل، من 15 سنة 16 سنة من ما بدأ المهرجان، ويلعب دور وايد مهم في ثقافتنا وشوكيسنج ثقافتنا احنا في البحرين وثقافات الثانية الأخرى اللي عندنا. فالبرنامج دائما يكون وايد غني بهاي الأشياء اللي أحس مهمة احنا حق البحرين. فاحنا الحين هني مع نادي راشد الفروسية، بيكونوا عندنا في برنامج من برامج ربيع الثقافة في نادي راشد مع عدة فانيوز بعد بيكون حق المهرجان، وان شاء الله ننمي العلاقة اكثر مع المهرجان لاهميته حق البحرين. ختامها مسك وثقافة وموسيقى. فعلا أنا توني كنت بسألك، شفتي كل الفعاليات اللي راح تكون؟ أتوقع شهر 2 وشهر 3 راح يكونون يعني مليئين بالكثير من الأمور الثقافية، نسخة مميزة فعلا راح تكون. نعم صحيح عبد الله، شنو بتروحين؟ شنو خاطرك تروحين من فعالية؟ أنا دائما أحضر جميع الفعاليات عبد الله، أحب هذه الالتقاء الثقافي الجميل اللي يصير، خصوصاً إن احنا نشوف شعوب مختلفة، ثقافات مختلفة، نطلع على ثقافات مختلفة، موسيقى مختلفة، صحيح. نتذوق الفن بأنواعه عبد الله. فعلاً أنا بنتذوق الفن، بنتذوق الشاي. اليوم احنا ما قدرنا نشرب من كثر ما الحلقة فعلاً ممتعة وقاعدة تأخذنا بكل ما فيها من فقرات. أكيد مشاهدينا احنا وصلنا معاكم إلى الختام، نتمنى لكم قضاء ايام جميله، خصوصا يعني الاشتهايوك ابدا مو قاعد يتطوف. نعم فاستانسوا كثر ما تقدرون واكثر بعد. بكل تاكيد مشاهدينا انتظرونا بكره في نفس الموعد. مع السلامه، في حفظ الله ورعايته.